والسؤال للدكتور محمد سلمان طايع. بشكل عام دكتور محمد، المحاكمة تثير مجموعة من القضايا السياسية من ضمنها قضية التحول الديمقراطي. مدلول المحاكمة في عملية التحول الديمقراطي؟ نعم، يعني في الحقيقة المحاكمة كما تفضلت حضرتك لها العديد من التداعيات السياسية والمدلولات السياسية، لعل أهمها ارتباطها بقضية التحول الديمقراطي التي تشغل يعني الذهنية المصرية سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، وهي واحدة من المطالب التي يعني قامت بسببها الثورة، فكرة التحول الديمقراطي، فكرة إرساء الحريات إلى آخره. وبالتالي أعتقد أن المحاكمة يمكن أن يعني تكون اختبار حقيقي لمدى جدية التحول الديمقراطي، استنادا إلى عدد من الركائز. الركيزة الأولى هي فكرة إرساء دولة القانون أو التأسيس لدولة القانون. دولة القانون هي واحدة من المقدمات والمطالب الأساسية للتحول الديمقراطي، وبالتالي إلى أي مدى يمكن التأسيس لدولة القانون استنادا إلى محاكمة تنهض على إجراءات حقيقية، إجراءات صحيحة، تنهض على فكرة الشفافية والوضوح التام، تنهض على إعمال القانون وإنجاز القانون بدون تحيز وبحيادية مطلقة. وبالتالي التأسيس لدولة القانون هي واحدة من المؤشرات والمظاهر الأساسية التي سوف يعني إما أن تكون داعما أو مثبطا لفكرة التحول الديمقراطي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية مرتبطة ربما بمسألة التأسيس لدولة القانون، وهي مسألة استقلال القضاء. يعني إلى أي مدى سوف يكون القضاء المصري، وأعتقد أن يعني هذه المحاكمة أيضا هي محك واختبار حقيقي لمدى يعني لمقولة استقلال القضاء المصري، إلى أي مدى يمكن أن يظهر القضاء المصري مستقلا يعني منبت الصلة عن أي تأثيرات خارجية، سواء مرتبطة بالرأي العام أو مرتبطة ب يعني تابعيتي التي كنا نتحدث عنها لفترات طويلة للسلطة التنفيذية. وبالتالي قدرة القضاء المصري على إثبات استقلاله أمام العالم، أمام أنظار العالم أولا، ثم أمام الداخل المصري ثانيا، سوف يكون واحدة من الدعائم الأساسية لفكرة التحول الديمقراطي. أيضا يرتبط بهذه المسألة مسألة إرساء الحقوق السياسية والمدنية، بمعنى أن يحاكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أمام القضاء المدني، وأن يعني يكون له كل الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، وأن يوكل له محامي، وأن تتم إجراءات التقاضي بأسلوب قانوني، أسلوب ديمقراطي. أعتقد أن ذلك يرسي إما أو، يعني إما أن يرسي أو يعني يرسي بالضبط كده، يرسي مبادئ حقوق الإنسان وأسس حقوق الإنسان سواء على الصعيدين المدني والسياسي، وكل ذلك أيضا يعتبر محك لمدى يعني قدرة الدولة المصرية والمجتمع المصري على أن تخطو خطوات جادة نحو التحول الديمقراطي المبتغى وبشكل سليم لا يمس استقرار المجتمع بالتأكيد. أكيد. سيادة المستشار طه الشريف، يعني هل يمكن أن تظل قضية محاكمة مبارك وقضية العدلي منفصلتين؟ هل هناك نية من المحكمة لضمهما في مرحلة لاحقة ربما؟ وهل يمكن أن تؤثر إحداهما على الأخرى؟ هو بلا شك لا يجوز أن هما يستمروا منفصلتين حتى صدور الحكم، إنما جايز يفضلوا منفصلتين لحد قبل ما المحكمة تقرر الحكم، تضمهم لبعض وتصدر فيهم حكم واحد، لأن كل قضية لازم تؤثر في الثانية. يعني لو العدل خد براءة. نحن نشاهد الآن دخول رئيس سابق إلى قفص الاتهام. استدعت هذه الصورة كل ما حدث في الجلسة الماضية بكل تأكيد. لو العدل خد براءة يبقى حسني مبارك ياخد. ننتقل خلال لحظات إلى محمد موافي زميلنا في قاعة المحكمة. محمد، لكن هي بكل المقاييس هي سابقة. الآن المتهمون الثلاثة في قفص الاتهام
الحديث المتبادل بينهم. مشاهدينا الكرام، يعني من يتابع الصورة